إذا أنت تداوم مع بنات 6 ساعات باليوم رجال خلنا نقولك غض نفس، لكن طاحت عينك هو يمقبل طاحت عينك هو يمقفي وما أدري ويش ولا حركتك خرائز، فأحسن الله عزاك في رجولك وأنصحك إنك تراجع طبيب نفسي أو دكتور مسالم. ست ساعات في 6 أيام اختلاط اختلاط اختلاط، ما أظنه أمر حتى في الإنتاجية اللي أنت تبحث عنها في شركك ومؤسسك. أنت يا منصور أرقيبا رجل شهواني وتفكر بزاوية الشهوة ولكن ما براك راجعي.